إذا اعتقدتم تفوقكم بإرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا، فدفاعاتنا الجوية تنتظركم في إيران، فالعين بالعين والبادئ أظلم. هذا لسان حال فلاديمير بوتين الذي يسبق فعله قوله في استغلال ما يحدث في الشرق الأوسط. فالرادارات الروسية طارت إلى إيران بسرعة تسبق نقل الأخبار. ما سمعته للتو سيخلط الأوراق ويزيد المشهد تعقيداً، فإسرائيل لا تعلم من تواجه، فوجه إيران المطل عليها خلفه دب روسي شديد البطش يمدها بسلاح الدفاع الجوي وغيره، كما سنحدثك بتفاصيل هذا بعد قليل. فهذه إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران وجدت نفسها ملقاة في ظلمات الحيرة والترقب، فعززت حالة التأهب والاستنفار لدى قواتها وبمرافقها الحيوية إلى أقصى درجة تحسبا لرد من إيران. ولنحاول وإياكم فهم ما يجري ويدور وإلى أين تسير الأمور، وما الذي تنتظره إسرائيل أو ينتظرها؟ هل سيكون الرد إيرانيا محضا أم سيتحول إلى رد إيراني برعاية الدب الروسي وإمداده وتخطيطه وسلاحه؟ أم لا تريد أن تنتظر وستذهب إلى خيار توجيه ضربتها الاستباقية القاضية لتتغذى بطهران قبل أن تتعشى طهران بها؟ إليك المشهد كاملاً والصورة مكتملة والرؤية من سماء الكوكب، تقدمها لك قناة محاور لتعلم محاور الصراع ودوائره وتدخلاتها. يرى عديد من المراقبين أن التصريحات والتسريبات والاجتماعات والتحذيرات وعلاقات التعاون السرية والعلنية تقول إن العالم في تيه وحيرة وترقب غير مسبوق، وما كان يحدث في الماضي ذهب مع الماضي، والقادم اليوم مختلف عن كل ما سبق. سيخلط أوراق الشرق والغرب، وسيفتح الأبواب أمام الثارات الكبرى في العالم. فالحرب الأوكرانية ومستجداتها لن تكون بمعزل عن الحرب في الشرق الأوسط، وتدخل الأمريكي في دعمها لأوكرانيا يقابله تدخل روسي في تقديم الدعم لإيران. انفجارات في قاعدة صواريخ خرداد 15 في أصفهان، وبحسب السكان سمع دوي 5 انفجارات متتالية ضخمة، وللتذكير فإن هذه القاعدة هي من القواعد المهمة التي تم استخدامها في الهجوم الإيراني السابق على إسرائيل في أبريل الماضي. واندلع حريق كبير في خزانات وقود بمنطقة دوراغون الاقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان، والسبب مجهول. وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت إن قيادات في الجيش الإسرائيلي اقترحت عدم انتظار هجوم إيراني وتوجيه ضربة استباقية لإيران. وأكدت مثل ذلك صحيفة يديعو تحرانوت إن إسرائيل ستوجه ضربة وقائية لإيران في حال تأكدت بنسبة 100% من هجوم إيراني وشيك. فيما تواصل إسرائيل استهداف جنوب لبنان، وكان آخرها استهداف اجتماع يضم قيادات من الحزب اللبناني في مفدون جنوب لبنان. وبالمقابل إيران تصدر إشعارا للطائرات في مجالها الجوي والغربي والجنوبي والشمالي بتغيير مساراتها. والخارجية الإيرانية تستدعي السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران لتبليغهم تأكيد عزمها الرد على إسرائيل. وفي العراق هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي البلاد، والأنباء تكشف عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين، إصابة بعضهم وصفت بالحرجة. وللتذكير مرة أخرى، هذه القاعدة هي التي تعرضت لهجوم إيراني بعد مقتل قاسم سليماني الجنرال الأعظم في الحرس الثوري الإيراني. والحزب اللبناني يقتل ضباطا وجنديا إسرائيليين بطائرة مسيرة أرسلها من جنوب لبنان. وفي هذه الأثناء ومن خلف تلك الأحداث كان المكر الأكبر والاستغلال السياسي الأخطر، حيث وصل وفد عسكري روسي رفيع المستوى إلى طهران، كان من ضمنه أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، ملبيا دعوة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما الرئيس بازكشيان ورئيس الأركان المسلحة الإيرانية. وتبع ذلك اللقاء الحديث عن جسر جوي روسي عسكري مستمرا إلى إيران، ولا يعرف ما الذي يتم نقله في الأنباء الأولى. ثم حطت طائرة شحن روسية في طهران ليتم الحديث عن نقل معدات عسكرية لإيران في ظل التوتر القائم، والحديث عن طلب إيراني لمعدات دفاعية في روسيا.
وصارعت روسيا إلى الاستجابة وإغاثة طهران المستجيرة بها، وبدأت بتسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي بحسب نيويورك تايمز. فالدب الروسي المشتكي والمحذر من الإمداد العسكري الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا جاءته الفرصة على طبق من اغتيال هنية ليبدأ الرد في الشرق بإمداد أعداء حبيبة أمريكا وربيبتها إسرائيل بما تشتهي الرغبة الإيرانية من الدعم العسكري بأسلحة فتاكة وأنظمة دفاع متطورة وتكنولوجيا رادارية حديثة وما لا تعلم أمريكا وإسرائيل. فروسيا صاحبة النجدة الحقيقية لكل من يستنجد بها ما كانت لتترك حليفا مهما مثل إيران في الشرق الأوسط، وليس من شيمتها التخلي عن الأصدقاء وخاصة إذا كان الأمر إغاظة للولايات المتحدة. وإذا قلنا روسيا فالكل يعلم أن وراء روسيا حلف شرقي عظيم أبرز أعضائه الصين وكوريا الشمالية، ولم تكتفي بما حصلت عليه من الدعم العسكري أو على الأقل هيبة التحالف العسكري مع الدب الروسي، فهي تسعى على الجانب السياسي إلى حشد المناصرين لها، فطلبت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل لبحث التطورات الحاصلة والرؤية المستقبلية. هكذا استطاعت إيران أن تشغل العالم من شرقه إلى غربه بالترقب والوقوف بين حالتي الهجوم والدفاع، يقدم أحدهم رجلاً ويؤخر أخرى، لا يدري أين الحكمة والصواب في إقدام كإقدام عنطرة بن شداد أم التحلي بحلم وصبر الأحنف بن قيس، وكلهم لا يدري ما هي فاعلة. هل ستستمر في نهجها المعروف عنها بالدوران بين الاحتفاظ بحق الرد والرد الباهث الذي لا يتعدى في آثاره إخماد سخرية الساخرين، أم سيكون هذه المرة مختلفا موافقا لحجم التهديد والوعيد الذي وصل إلى القول بلسان أعلى سلطة في إيران مرشدها الأعلى علي خامنئي؟ إسرائيل عرضت نفسها إلى العقاب الشديد بعد عدوانها على ضيفنا العزيز في أراضينا إسماعيل هنية وسوف تزول. هم ستعتبر مجرد انتظار العدو في حيرة الخوف من الرد المجهول في حجمه وتوقيته كافيا لحفظ ماء وجهها وإظهار قدرتها على فعل الكثير، مع استغلال ذلك بمطالبات سياسية أو عسكرية تحقق لها مصالح تتعلق بسلامة ممثلها في لبنان أو بإعادة النظر في برنامجها النووي أو تخفيف العقوبات الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها؟ ومهما كان الاختيار الإيراني فإنها بلا شك استطاعت أن تحبس أنفاس العالم وترمي القرار الإسرائيلي في تردد وحيرة قد يجعلها ترتكب حماقة استباقية تفتح الباب أمام حرب إقليمية تكون أكبر من أن توقفها السياسة والتحذير من الانجرار إليها، وهو الأمر الذي تحرص عليه وتحذر منه ساسة المنطقة والدول العظمى وعلى رأسهم وزير خارجية الولايات المتحدة التي تتظاهر بالحرص على سلامة الشرق الأوسط من الحروب والدمار وتاريخها دموي حيثما حلت أو ارتحلت، وهي اليوم راعية ما يجري من التنكيل في حق الفلسطينيين بأيدي ربيبتها إسرائيل بالأسلحة التي تزودها بها باستمرار إلى اليوم، وتحرك بوارجها في بحار الشرق الأوسط تلويحا بالقوة، وتؤكد وقوفها إلى جانب إسرائيل واستمرارها في حمايتها والدفاع عنها، مطالبة بالحلم والتروي من كل الكوكب في مقابلة التعنت والعنجهية الإسرائيلية. ولكن هيهات هيهات، فزمان القطب الواحد ولا